في دقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وبعدها الأغا يحرز هدفين لتكون النتيجة 3-2 لمصلحة نادي وادي دجلة. ألف مبروك وادي دجلة، ارتفاع رصيده إلى 13 نقطة. هارد لك لنادي غزل المحلة، لعب مباراة طيبة جدا، وسعدت بلقائكم أعزائي المشاهدين، معلقكم الرياضي لؤي رشاد كنت معكم، وإلى أن نلتقي في مباريات قادمة إن شاء الله، لكم مني أطيب التمنيات وإلى اللقاء.